شفت صاحبك واللي جرالي بعد الحبسه اللي احنا فيها دهيت، اي احتكاك ممكن يودي الكارثه. دول عايزين يرموكي عظمه. انا مش قادره استحمل اكون في العلاقه دي خلاص. لم يضع بصمته في فيلم أو مسلسل إلا وكان النجاح حليفة، فهو صاحب نظرة ثاقبة يهتم بالكيف لا يعنيه الكم، وتفرد ببراعة في تأليف وإخراج فيلم وش في وش ليكون من الأفلام المتصدرة لشباك التذاكر بدور العرض. إنه المخرج وليد الحلفاوي. مهارة وموهبة وجينات فنية ثلاثية تجمعت في المخرج وليد الحلفاوي، رسمت له طريق الإبداع. فوالده النجم الكبير نبيل الحلفاوي وشقيقه المخرج خالد الحلفاوي، سمير وشهير وبهير، كانت بداية انطلاقة وليد الحلفاوي إذ كان المخرج المساعد ثم مخرج منفذ في فيلم كذبة كل يوم، وتوالت بعدها الأعمال الفنية الناجحة منها فيلم علي بابا ومسلسل لي سوبر ميرو وفي بيتنا روبوت. وفي الحدوتة بقية ينتظرها الجمهور من رؤى وإبداع المخرج الشاب وليد الحلفاوي. مشكلة الراجل بيعمل اللي هيريحه بس، وتتحرق انت بشغلك وعيالك اللي لازم تنيميهم طز فيكي. مشكلة الست انها مش راجل. ضيفنا الموجود معانا النهاردة هو العكس بتاع الواسطة. بمعنى ايه؟ ان هو كان سهل جدا من خلال والده النجم الكبير نبيل الحلفاوي ان هو يختار يبقى مخرج، يختار يبقى ممثل، يختار ممكن يساعده لانه راجل. الوالد قيمه وقامه كبيره، فلما هيرفع سماعه التليفون على اي حد هيقول له احنا تحت امرك. لكن في حقيقه الامر ضيفنا اللي موجود معانا النهارده قرر ان هو ياخد الموضوع من تحت قوي لغايه ما الفيلم اللي حاليا موجود على الساحة الفنية هو رقم 2 في نسبة المبيعات والنجاح. بيسعدنا يكون معنا المخرج وليد الحلفاوي. أهلا أهلا وسهلا بك. وبنجد حي مرة تانية لكل المشاهدين، ومنورنا بكل السعادة وليد الحلفاوي، واللي اشتغل تقريبا من هو في ثانوي، واللي أستاذ نبيل كان رافض فكرة دخولك أنت وخالد فكرة والاثنين بقى مخرجين العمل الفني، لان مهنه مجهده ومدمره للصحه الحقيقيه والصحه النفسيه كمان. بعد ما انتوا كسرتوا اوامره ودخلتوا خط التجربه، شايف انه كان عنده حق؟ لا، هو كان عنده حق طبعا، بس هي ما كانتش اوامر. هو راجل بيقول رايه، وهو دايما بيبقى عنده يعني بيبقى صح وعنده وجهه نظر. هي فعلا شغلانه صعبه وشغلانه مرهقه ومش ستيبل، و ويعني ضد حاجات كتير وحظوظ ومجاملات ولا يعني الواحد بيفضل طول الوقت مش مستقر. كل الكلام ده صح، بس هو الواحد لما بيحب بقى شغلانه بيشتغل. نداها بقى. طب انا عايزه خلاص، انت الوالد كان رافض انت واخوك، وانتوا الاثنين طلعتوا مخرجين، اتسرسبتوا ازاي من تحت ايديه؟ يعني اول دخله كانت ازاي؟ خالد كان في الاول خريج تجاره بيشتغل محاسب و تمام الحكايه، بس هو كان عايز يكتب سيناريوهات. اوكي. فجرب ينزل مساعد مخرج مره عشان يتعرف على حب الموضوع بقى، فالسلسبه جت من هنا. انا بقى من وانا في ثانوي لا كنت واخد القرار عايز اشتغل في حكايه الاخراج دي، فرحت مكلم يعني بعض الاصدقاء اللي كانوا شغالين في الحكايه ونزلت مساعد مخرج تحت التدريب. كان هو يعرف؟ بابا كان يعرف؟ يعرف، بس يعني ما ساعدش. قال لي يا ابني ما مفيش داعي. قلت لك يعني ما تحمس، لكن ما وقفش ضد رغبتك. لا، هو عمره ما يعمل كده، لا ما بيقفش ضد حاجه، بس بيقول، وهو مقنع جدا على فكره. يا صعب انه يقول حاجه والواحد ما يعملهاش يعني. دي كانت قرار جريء مني انا وخالد برضه. ما زعلش منكم؟ لا، قلق علينا. لا، بس ما اخدش موقف اللي هو ان انا عايز اجيبهم تاني. اصلا احنا ك يعني لينا طرق كده، ابهات وامهات يقدروا يجيبوا ولادهم مره تانية عن اتخاذ القرار. يمكن يكون حاول، او يمكن ما اعرفش، لا انا حابين، بس لا ما زعلش. ودلوقتي فرحان ولسه قلقان وعنده حق. يعني بعد ما نجحكم لسه مشفق عليكم؟ هي المهنه كلها مش ستيبل خالص، شفقة. الدنيا صعبه يعني، اكيد قلقان وبيحمل همنا وبتاع، بس بيبقى فرحان لما بنعمل حاجه عدله يعني. اكيد بيبقى فرحان باولاده. لا، انت كل الحاجات اللي بتعملوها الحمد لله عدله. خالد بدا وانت وراه. ايوه.
وبعد كده اشتغلتوا انتوا الاثنين مع بعض عشان هو صغير. اه عملتوا ايه بقى مع بعض؟ لا انا وخالد اشتغلنا مع بعض سنه واحده. كانت اول اخراج لخالد، كان هو يعني كنا احنا اثنين مخرج منفذ اللي هو بيبقى المساعد الاول او اقرب حد للمخرج يعني، وبعدين خالد اخرج. فالسنه دي انا اشتغلت مع خالد فيها ويعني تعاون، وبعدين انا اخرجت بعدها. سر انجذابك للكوميديا والاعمال الفرد اللي بتقول مسج اه بس بصيغه كوميديه ليه؟ هو بيبقى لطيف ان يبقى في اي عامل جذب في الفيلم او المسلسل، يعني برضو الواحد لو عمال يقول الافكار او وجهه النظر بشكل جاف كده كانه مقال، الناس ممكن ما يعني قليلين منهم اللي يتقبلوا ده. انما لو في عوامل جذب زي حاجات فيها خفه دم، حاجات فيها سسبنس، حاجات فيها اكشن، لان الفن هي تقديم الفكره بشكل ممتع، فلازم يبقى في حاجه تخلي الناس مرتبطه بالحكايه. طب يعني هرجع تاني للاستاذ نبيل، كان رافض اصلا دخولكوا الفن وشايف انها شغلانه قاسيه مضره بالصحه مدمره للحياه الشخصيه. انت بعد ما انت خلاص في قلب الحدث، خلاص في قلب المداه خدتك وانت جواه خلاص لا مفر جوا البحر، وبتقول عنده حق. عنده حق طبعا. لا واحنا كمان الظروف عندنا هنا مش طبيعيه كمان، يعني مش في كل البلاد ظروف الشغلانه كده. انا لو عربيتي عطلت وانا بصور ممكن استنى اخلص المسلسل او الفيلم عشان اصلحها. ليه؟ لان مفيش اليوم القليل يعني اللي هو بنبقى خلصنا بدري 14 ساعه وبعدها بيوم في تصوير، يا دوبك الواحد يلحق ينام ويصحى يروح تاني. الحياه بتقف، الحياه بتبقى الحياه الشخصيه بتنتهي. يعني انعكاس الجمل دي عليك انها وقفت حياتك لدرجه ان انت عازب حتى الان. طب ده يعني مسهل الحكايه شويه، تخيل بقى لو واحد متجوز وعنده اولاد وما مفيش لا عارف يذاكر لهم ولا عارف يقعد معاهم ولا عارف يبقى فيه اي حاجه. ما انت هتفضل تشتغل ان شاء الله ربنا يديك الصحه وطولة العمر، هتفضل عازب. لا هتفضل عازب بتاعت ربنا بقى، انما يعني بقول يعني لوحده هو لوحده بتبقى اسهل برضه. باباك مالهوش عيلتك مش بس باباك، والدتك وباباك ونفسهم يجوزوا يجوزوك. اه طبعا والدتي اكتر. والدتك اكتر؟ اه طبعا. نفسهم. طب وانت بتعمل ايه؟ في ايه؟ في لما تقول لك يعني بقول ان شاء الله. ده كده هروب ولا لا ده؟ لا ما هو فعلا ان شاء الله هو هروب طبعا. ما ينفعش. ايه البنت اللي تلفت نظرك يا استاذ وليد؟ أه لا البنات اللي تلفت النظر كتير، يعني البنت الذكيه المتربيه يعني انت حبيت قبل الموضوع كده؟ بس ليه علاقه ب ايوه بان الواحد ياخد الستيب هو من نفسه. يعني خايف من ايه؟ من مش خايف من حاجه، الانشغال بس الانشغال بالفن والكتابه. آه. والاخراج والتفاصيل الكتيره دي والبحث عن منتج ولا هو مش عايز يا سوير ولا دلوقتي عن او حب ولسه او ممكن يبقى عندك رفض؟ لا لا مش رفض، بس ممكن الواحد بيبقى ناسي او مكسل كده، يعني مش قاعد يدور. أيه. يعني الحاجات دي بتيجي لوحدها. يعني انت لو لقيت حد وحبيته وتاخد قرار يلا بينا فوق. رغم اللي انت عارف ان ده ممكن انت مش هتبقى ملتزم قوي لما يجي لك شغل او انك هتأثر، ده ما يمنعكش؟ لا ده ما يمنعش، بس اهم من حبيته ان احنا نستحمل عيوب بعض. تحب تاخدها من نفس الوسط الفني ولا حد من بره؟ ده ليه مزايا ودي ليه مزايا، يعني اللي من نفس الوسط هتبقى فاهمه حاجات كتير قوي. انت تحب؟ والله لا يعني ممكن كده وممكن كده. بنسبه قد ايه من اعتقد بره؟ اعتقد اللي من نفس الوسط برضو هبقى في حاجات كتير مش يعني مش محتاج اشرحها. فتحبها؟ ان عادي ان انا ابقى مش موجود بالشهور وبالاسابيع اللي يا دوبك برجع انام والبيت كانه اوتيل والحاجات الرزله دي، يعني مش هبقى محتاج اشرح ده لانها تبقى فاهمه شويه. طب وليد خفه الدم الفظيعه في الكتابه مش بس في الاخراج، طبعا اكيد هي بالجينات، لكن انت امتى اكتشفت ان انت محتاج تكتب وليه؟ انا عايز اكتب من زمان قوي وكنت بكسل، يعني طب ما انا مساعد مخرج مخرج وشغال، طب بعدين، طب يعني الخطوة محتاجة تدريب شوية ومصابرة يعني. والله يرحمه عم أسامة أنور عكاشة كان دايما يقول لي الموضوع ليه علاقة بالتدريب. انقل الجورنان كل يوم، درب نفسك انك بتكتب كل يوم.
قعدت بقى باجل ومكسل بقى لحد ما جيت في لحظه كده وقلت لا انا اللي عايز اعمل كده. طب ايه اللي خلاك تعمل تكتب قصه وش في وش؟ ايه الحافز الانساني ورا القصه؟ ايه قصه ورا القصه؟ هي الموضوع ببساطه بيتكلم عن تدخل الناس في العلاقات. ايه اللي خلاك تختار الموضوع ده بالذات؟ هو الموضوع ده لافت نظري بقاله فتره، والموضوع ده عمال يزيد قوي كمان اليومين دول. لان بيبقى في ناس كمان على السوشيال ميديا وفي كل يعني لسه بنتكلم التدخل المجاني كده، الناس عندها التدخل ده حتى لو بنيه كويسه سبب. بيبقى مش حلو. يعني في حالات قليله قوي اللي بيفيد، بس ما بيبقاش حلو. حتى وجود الناس نفسها حتى لو ما تدخلوش، بس ان هم يحضروا خلاف او ده بيكبر الحكايه عند الناس اطراف الخلاف ده. فكان لافت نظري الموضوع ده، وكنت بفكر في فكره فيلم اكتبه. ومع الفكره مع البتاع لقيت الحكايه يعني مناسبه، وابتدت وانت بتكتب اول صفحه ابتدت توصل يزيد اكتر معايا، تتشبك لغايه ما خلصت. طب قول لنا ايه مثلا ابرز خمس رسائل اساسيه او اربعه او ثلاثه كنت عايز تقولهم من هذا الفيلم هي وانت بتكتبه؟ هي مين لي وجهه نظر واحده. يعني وجهه نظر واحده كنت عايز اقولها، ان الناس وتدخل الناس ده في معظم الاحوال يعني ما هوش احسن، مفسده. يعني ساعات ممكن نحتاج طرف ثالث يقرب بينا وبتاع، بس دي يعني مش عمال على بطال كده. فهو ده، خلوا مشاكلكم بينكم، حتى لو هتتضايقوا حتى لو هتتخانقوا حتى، بس ايه مفيش داعي للمهرجان ده يعني. وحاسس ان انت القصه اللي كتبتها هنتكلم طبعا عن الفيلم بعدين، بس اتقدم بابطاله وانت اللي اخترت الابطال؟ الحمد لله احنا ربنا، لانهم مين قوي، الكاستنج غير طبيعي، ربنا كرمنا في الفيلم ده بحاجه ما بتحصلش عاده. يعني 95% من الناس كانوا اول ترشيح، وده ما بيحصلش، ده عاده ما بيحصلش. انت وانت بتكتب حط في دماغك الابطال دي؟ يعني لما ابتديت خلصت القصه وابتديت في السيناريو ابتدى بقى يبان في دماغي لحم ودم كده الناس شوية. الشخصيات وفعلا هم اول ناس انت كلمتهم، هم اول ناس انت جبتهم في الفيلم. الحمد لله رائع. طب في ناس ربطت بين الابطال وخاصه امينه خليل ومسلسل الهرشه السبعه، ده كان تحدي اكيد، ان يعني هو بيتكلم على العلاقات ونفس البطله، ده بالنسبه لك كان تحدي ومأزق ولا حصل بالصدفه ولا انت بتصور من زمان؟ حصل بالصدفه، احنا بنصور من قبل الهرشه السبعه. وبعدين توقفنا وعملوا الهرشة السبعة وكملنا. وما كنتش عارف خالص موضوع الهرشة السبعة، بس هو الحقيقة ما فيش أي تشابه. يعني الهرشة السبعة مسلسل جميل بيتكلم عن العلاقات الزوجية على مدار سنين. لكن ده بيتكلم عن موقف معين، حاجة معينة، وما بنتكلمش على العلاقات، احنا بنتكلم عن تدخل الناس في العلاقات، موضوع معين وصريح، وهو لمدة يوم الفيلم بالزبط. التصوير في نفس اللوكيشن على قد ما هو يعني ممكن يبقى مريح للناس اللي بيشتغلوا جوه المكان، يعني ان هم ما بيروحوش يتفسحوا او بيتبهدلوا في الاماكن الاخرى، على قد ما للمخرج صعب جدا جدا، وعليهم بامانه هم كمان والله، لان عدد يعني المشاهد معظمها فيها 10 ممثلين مع بعض وثمان ممثلين مع بعض طبعا، وكتير قوي بيجوا باليوم واليومين عشان ما عندهمش حتى ونجوم كبار يعني، بس ما عندهمش كلمه يقولوها، ده هو بس راكوره انه المشهد ده بيحصل في الصاله ده في البلكونه والصاله كاشفه البلكونه بس وجاي وقاعد بالعشر ساعات وبال12 ساعه عشان يصور شويه شطات وهو قاعد. جهه الانتاج عشان كل الناس اللي بتتفرج علينا يقول لك ايه اصل ده عشان هو ابن نبيل حلفاوي فلقى شركه الانتاج اللي تنتج له بتاع، ودي حقيقي مش حقيقه. يعني انا عارفه ان انتوا كمخرجين علشان تلاقي جهه انتاج تنتج الفيلم تاخد وقت طويل. ايوه. واخدت وقت قد ايه واقنعتهم ازاي؟ لا هو الحقيقه الحكايه جت بصدفه غريبه، انا كنت قاعد مع جهه الانتاج على فيلم تاني. على فيلم تاني؟ هم كانوا مكلميني شركه سي سينما، استاذ هاني نجيب واستاذ احمد فهمي، عشان نتعاون مع بعض في مشروع، قالوا لي عايزين نعمل حاجه مع بعض. كنا قاعدين على فيلم وبنفكر فيه. اوكي. وتمام وبنشوف هنعمل فيه. قاعد انا بالليل مع البروديوسر السينيور بروديوسر بتاع الشركه كريم الميهي صديقي هو. وبكتب انا بقى فكره الفيلم اللي انا عايز اكتبه وبعمل فيها حاجات كده وهو قاعد جنبي. ده مش قاعد شغل؟ لا لا لا، قاعد جنبي، قاعدين اتنين اصحاب. قال لي ده ايه ده حاجه تبعنا تبع الفيلم؟ قلت له لا لا دي حاجه تانية.
قال لي طب وريني كده أرى النص صفحة. قال لي بقول لك أنا هبعتها لهم وأقول لهم تعالوا نعمل ده بدل ده. يا عم استنى، قال لي بس لا دي حلوة قوي. أنا قلت دي لحظة من حماسة من نص صفحة، قلت يعني مش هيحصل حاجة بكرة الصبح يعني. ولقيتهم فعلا بيكلموني يلا نعمل ده بدل ده، لا ده عجبنا قوي، طب يا جماعة لسه هكتبوا اكتبوا تعالى امضي بكرة. وسبحان الله كان ليه النصيب. الحماس والرهان على الموضوع الاجتماعي، الموضوع الاجتماعي معروف ان ده ينجح من الدراما في التلفزيون، لكن في السينما ناس بتبقى عايزه الكوميدي او العنف او اللي مش عارف سسبنس او يعني المشهور او المطلوب في السوق. فانت بتغير الاتجاه السوق، نرجع تاني نبقى بننتمي للموضوع الاجتماعي. ويا رب نكون نجحنا في ده. هو احنا فعلا للاسف بقالنا كام سنه الافلام يا كوميدي صرف يا اكشن صرف بس، وبقيه المواضيع بقت كلها للمسلسلات. فدي كانت المخاطره شويه فعلا في الفيلم ده، بس كنا يعني حاسين ان هو هيبقى قريب من الناس يعني. الحمد لله الناس تقبلته بشكل كويس، لان مش المفروض يبقى فيه كل الافلام. طب انت ما بتقلقش من تكرار الممثلين في ايه عموما في الاعمال؟ لا يعني ان احنا نشوف نفس الكابلز ده مع بعضه في اعمال مختلفه، ما بتقلقش الناس تزهق؟ ايه لا، لو هم عاملين الحكايه مش زي الحكايه الناس مش الناس ممكن تشوف في الاول تقول لك تاني، بس لما يتفرجوا على الفيلم نفسه ولاقوه مختلف لا مش هيخلق. طب انا عندي راي تاني، تحب الثنائيات كمان. هقول لك راي تاني. ايه مش كتير من الناس بيحبوا كل الفن يعني. انت لما بتلاقي في مجموعه معينه من الفنانين كلنا متفقين ان دول نايس بتحمد ربنا، لان في ناس تانيين بيبقوا مختلفين مع على فنانين كتير. بالظبط. وبعدين هو طبعا في ممثلين كتير كويسين، بس ان يجتمع ان يبقى في ممثلين كويسين مناسبين للفئه العمريه وكمان عندهم جماهيريه، ما هو برضو يعني في حسابات تانية عندهم جماهيريه وعندهم حاجه، دي برضو يعني اوبشنز قليله يعني. فالواحد يعني لا مش عشان التكرار مش هيعمل كده. يعني معقوله الاختيارات قليله؟ نوعا ما، مع ان يعني عندنا مواهب كتير، بس كبير. هو عندنا السوق او الجمهور في مجموعه معينه كده اللي واخده ثقه الجمهور شويه ان هو يعني في ثقه من اعمالهم. طبعا انوشكا طايره وبتتكلم، كل اللي اشتغلوا معاك بيقولوا كلام انت تستحقه اكتر. بس انا اتفاجئت ان انوشكا دي عمرها ما مثلت سينما. دي اول مره سينما، اول فيلم سينما يعني. ما مثلت مسلسلات طبعا. انوشكا كنت رائعه، كل الناس في الفيلم رائعه. هي بتركز. نوشا هانم. بدلعها اقول لها نوشا، بس هي هانم كده. لا وست بتركز وبتحب شغلها جدا وتذاكر قوي قوي. لا رغم يعني كل نجوميتها دي، لكن دايما بتلاقيها بتذاكر ومحضره للدور كل يوم كان عندها امتحان، وتظبط لبسها وتظبط شعرها، وانا الدور ده هيبقى ده يبقى انا لازم اعمل له قصه لوحده. طب الكتابه يا وليد، الكتابه صعبه والكتابه انا بالنسبه لي هي الاساس، الاخراج بيبقى ترجمه الكتاب. ولما يبقى الواحد الكاتب اللي ربنا يعني بيحبه، ان يبقى في مخرج فاهم هو عايز يقول ايه، وان هو يعني يجود على اللي هو كاتبه. بفكره ان انا كمان الكاتب، دي فكره مريحه بالنسبه لك ان انت بتكتب انت اللي شايف الحاجه؟ هي صعبه، هي كانت مريحه لكل اللي حواليا ان هم يعني معظم الوقت بيتكلموا مع بني ادم واحد، بس لا هي طبعا صعبه والواحد محتاج يفصل ما بين ده وده، وما يتمسكش ان حاجه عشان هو اللي كاتبها ممكن يجي وهو بيخرجها او بينفذها يقول لا والله لا دي لازم تقل هنا، لا دي لازم تتغير وبتاع. هي صعبه شويه. بس مثلا طب انا عايز عبد السيد بيكتب لنفسه يعني، في ناس بتنتمي لسينما المؤلف ان انا ابقى مرتاح اكتر وانا بكتب لنفسي. احنا فين والاساتذه دي فين؟ لا دي كانت لسه اول تجربه بقى بجربها، فكانت طبعا يعني ممتعه بس صعبه الحقيقة. احنا عندنا حاجه عايزين نعملها. انت فيلمك وش في وش زي ما انت قلت، رغم ان انت مسكت خط واحد ان الخط ده بيمس حاجات كتير جدا، فاحنا قررنا ان انت تبقى موجود في حلقه تانية نقاشيه دلوقتي هتيجي بعد الفاصل. مجموعه من اصدقائنا عايزين نتكلم معاك عن القصه، عايزين نتكلم عن الموقف الحقيقي اللي خلاك تكتب قصه زي كده، لان انا من الناس المؤمنين
ان كل كاتب بيبقى شاف حاجه اثرت فيه لدرجه ان هو قرر انه يكتب قصه عشان يقول للناس انتبهوا ايها الساده. ايه رايك؟ تمام. شفتي يا ماما؟ طلع في ناس غيرنا لسه عايشين. اكيد يا بابا هسالهم، بس مس احسان حبساني هنا عشان خايفه يكون عندهم الفيروس اللي بيحول الناس بعبعون. رؤية وأداء تيمة نجاح أي عمل فني حققها مسلسل كامل العدد استطاع من خلاله المخرج خالد الحلفاوي بشطارته اختراق البيوت التي تابعت المسلسل منذ حلقته الأولى. المخرج دائما هو رب العمل والقارئ لما بين السطور، تثقله التجارب والمهارة والموهبة، وهي ثلاثية تجمعت في المخرج خالد الحلفاوي الذي ولد بجينات فنية، فوالده النجم الكبير نبيل الحلفاوي ووالدته الفنية الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، وبينهما خالد الحلفاوي الذي تفتح إدراكه داخل الاستوديوهات وكبر بين النجوم. اعتاد لسانه حديث الفن، فبمشورة والده ورؤية المخرج الكبير محمد فاضل استطاع أن يبني شخصيته الفنية على مدار 15 عاماً كللت بنجاحات أعماله مثل أفلام نادي الرجال السري وزنقة ستات وكذبة كل يوم وعشان خارجين ومسلسلات مكتوب عليا وحلوة الدنيا سكر وبدل الحدوتة 3 والوصية. وفي الحدوتة بقية ينتظرها الجمهور من رؤية وإبداع من المخرج صاحب الذوق الرفيع خالد الحلفاوي. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وزي ما انت شفت في التقرير احنا معانا مخرج عنده حس فني كبير جدا. ممكن اقول الموهبة، طبيعي ان الاب والام اصلا كانوا يملكون الموهبة الشديدة، فالابن يطلع موهوب في عالم السينما والأعمال الدرامية ويبقى مخرج مشهور لأعمال مميزة، لأن حقيقي 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 نجمنا أعماله مميزة، يعني بغض النظر عن خلفيته ومين باباه مين مامته، هو عنده من الحس الفني القوي اللي يؤدي أو اللي قدم من خلاله أعمال كل الناس عارفاها وكل الناس حباها وكل الناس متابعاها، بدليل المسلسل الرمضاني اللي كان موجود كامل العدد، واللي كتير من الناس حقيقي زعلوا لما خلص، قال لك ايه 15 حلقه، لا احنا عايزين تاني، وكتير من الناس كتبوا الكلام ده على السوشيال ميديا. خلونا ناخد نظره قريبه، مين هو هذا المخرج الجميل خالد الحلفاوي؟ منورنا ومشرفنا، واهلا وسهلا بيك. ميرسي جدا، شكرا على الكلام الجميل. لا ده حقيقي، يعني انت تستاهل اكتر منه كمان. شكرا. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين، وكل التحية لخالد الحلفاوي، والسعادة بوجودك والسعادة بشغلك، وزي ما مفيدة قالت وكل الناس كتبت وانا يعني منهم ان انا حزينة جدا ان المسلسل خلص، وان كامل العدد ده هو كامل المتعة كامل الاوصاف. بجد يعني كان مشكلة كبيرة ان الواحد بعد ما يخلص يعمل ايه تاني، زي ما يكون بيقرأ كتاب حلو طب بعدها مش قادر اشوف اي حاجه تانية، فانت عملت لنا الحاله دي، فكل الامتنان والشكر. شكرا. انا زعلت برضو اما بس لما التصوير خلص. طيب، فكره مناقشه القضايا الاجتماعيه، جواز الام وجواز الاب والمشاكل الولاد، ان احنا تختاروا بشكل كوميدي اللي هو من مش لازم يعني ان احنا نبقى يعني مش طايقين وبنعيط ويعني ميلودراما، فانت شايف ان دي رساله افضل او وصولها اسرع؟ بالتاكيد يعني، حركه قصدي وصولها اسرع ككوميدي ولا ككوميدي يعني مش لازم اقطع شراييني وانا بتفرج وابقى في مأساة يعني. لا مش لازم، اكيد الضحك بيقرب الحاجة من الناس أكتر، التعاطف يعني، أعتقد دايما الواحد بيتعاطف مع الحاجة اللي بيضحك عليها صح يا بيعيط عليها الاثنين. بس طالما ضحكتي فأنت موافقة، يعني ما ينفعش أضحك على حاجة وأنا مش مقتنع أو مش مصدق، أو فطالما انتزعتي مني الضحك يبقى أنت يعني موافقة على أنت كمخرج من أعمالك الكوميدية أو اللي بتضحك كتير،
يعني انت حابب، انت حابب الصنعه دي، والصنعه دي انا بعتبرها من اصعب الحاجات. يعني ان انا اعمل مسلسل درامي معروف مكتوب حلو والكادرات كادرات معروف ديت، لكن اني اعمل مسلسل كوميدي واخلي الناس تضحك على نفس طريقه دماغي وكادراتي اللي باخدها، ده صعب، مشكله كبيره. ما حبيت النوع ده، الناس اسهل كتير من انك تضحكهم. اختارك للنوع ده ليه؟ لا هو بصي برضو مش انا اللي مصر على هذا النوع، يعني دايما قلت الحكايه دي كتير. احنا عندنا هنا في مصر ايه مبدا اللي تكسبه لعبه ده سائد. انا يمكن عشان بالصدفه بدات اول ما اخرجت بدات كوميدي، فقال لك بس ده بتاع هو بقى هاته لنا يضحك، فما بيجيليش يعني، نادرا ما بيتعرض عليك. لا مش عايزين يتعرض عليك حاجه تانية، ما هو حلو حلو ان يبقى في عندنا حد متميز في شيء صعب. يعني النقطه المهمه ان انت زي فطين عبد الوهاب كده، اللي هو كان بيجيب ممثلين كوميديا الموقف، مش المخارج، مش الكلمات ولا الكاركتر، وبتوظف او بتخلي ناس مش كوميديانات كوميديانات، لان كوميديا الموقف وده الاصعب. مظبوط. يعني حتى انا دلوقتي بقيت معظم توجهي دلوقتي انه مش عايز كوميديان. يعني لما نيجي بنحضر الحاجه بيقول لك طب نجيب، اقول له مش عايز كوميديان، يقول لي يا ابني بس ما انا المسلسل هعمل، انا هعمل هو المسلسل كوميدي. قلت له المسلسل كوميدي، هما يمثلوا بجد. يعني في فرق بين الكوميدي والهزار. صح صح. انا زهقت وخلصت منطقه ان احنا طالعين نقول افيهات وبتاع، اتمنى ما اعملش كده تاني في حياتي. الكوميدي التمثيل بقى موقف، ما هو في حاجات يعني غصب عنك. يعني كامل العدد ده هو دراما اجتماعيه، بس غصب عنك الموقف فيه مفارقه وبالعيال بالعيلتين بالطليق بالورطه اللي هم فيها دي. بس التحدي والمخاوف، يعني فكره دينا شربيني مش كوميديانة ولا شريف سلامه كوميديانة. ما انا لسه بقول لك، بس هو عمل منهم. أيوة ما كنتش خايف، يعني بيبقى فيها خوف برضه. لا لا خالص، ممثل جيد يمثل بجد زي ما بيمثل في اي دور تاني. دي اسهل لي من ان اقعد اجيب حد واقعد احاول احجم الاستظراف. وده يحسب لك، ده يحسب لك ان الممثل الجيد هو هيبقى كوميديان بالموقف، مش ان انت جايب كوميديان يضحك. الحمد لله اتمنى توصل. يعني هو انت دينا شربيني وكانوا موجودين ككاست واتكتب عليهم المسلسل؟ لا. ولا المسلسل كان موجود وانت لا. اخترت المسلسل ده من الاعمال النادره جدا اللي مشت مظبوط من اوله لاخره زي الكتاب ما بيقول. يعني سيناريو فرض ضيوفه مخرج كاست. جت في دماغك دينا شربيني ازاي؟ دينا انا اشتغلت معاها قبل كده. معرفش اجاوب على السؤال ده، اصل انا بقرا. ايوه قولي. وانت ساعات بينط حد، يعني ساعات تون الشخصيه كده وانت بتقري عماله تتخيلي شخص. معرفش ليه. بس ابتديت اثق في الحاسه الاولانيه دي اللي هو مش قصدي الاولانيه، قصدي لان اول حاجه بتيجي في دماغك ابتديت اقتنع ان عاده اول احساس ده بيبقى هو السليم. طب انا ملاحظه انك انت مخرج ناجح جدا، واول مره اشوف مخرج بيكسف قدام الكاميرا. يعني انا دي جديده، يعني دي بالنسبه لي جديده يا جماعه. هو مخرج ومكسوف قدام الكاميرا. انت حاسه اني مكسوف؟ انا حاسه ان انت مكسوف. بس انا ما انا انت ما بتعملش لقاءات كتير. لا بقى يعني بعد كل عمل بيبقى فيه. طب ليه تحب؟ يا واضح ان انت ما بتحبش. انا اتكسفتيني دلوقتي. لا 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 لا، انت بتحب دايما تبقى ورا الكاميرا مش قدام الكاميرا. بشخصيتي اعتقد اقرب لكده، يعني خجول شويه في العموم، في العموم في حياتي من وانا صغير يعني. طب فكره الخجل دي يكون ان يبقى اكيد كانت مشكله لو لما يبقى باباك نبيل حلفاوي ومامتك تبقى فردوس عبد العزيز، السبوت لايت كان كبير قوي عليك. عملت في المدرسه والمدرسين وابن، انا كنت بتكسف فعلا. طبعا يعني ما احبش، كنت وانا صغير كنت عبيط بقى، ما احبش حد يقول بأحرج، ما حد من اصحابي يقول ده ابني، انت مالك ابن مين ولا مش ابن مين،
بعد ما كبرت بقى خلاص عادي بس خلاص بتعديها. بس وانا صغير كنت بتضايق جدا. طب هل ده اللي خلاك ممكن ان انت تختار الاخراج مش التمثيل؟ متهيألي اه متهيألي يعني خلف وبعدين كمان ايه انا مثلت على فكره خفيف حاجات صغيره بيقعدوا يقولوا لي ما بفكرش امثل ليه؟ انا ما اعرفش اجابه السؤال بس قريب ابتديت افكر انه يمكن عشان هم ممثلين تقال فبسيبك بقى من تقال وخفاف ما هو تقال بجد ان انا ممكن في عقلي الباطن ما حبيتش يتقال ابن فلان وابن فلانة بيمثل ما اعرفش فكرش فيها بشكل واعي بس وارد يبقى ده شكلها ما جاتش في بالي خالص. انت خجول لمين؟ مين عندك ممكن يكون خجول زي باباك ولا ماما؟ مش زي ما حدش لا مش زيك قوي طبعا يعني بس واخد الخجول. والله هما الاثنين عندهم يعني لا الخجول طبيعي لكن مش عارف ما بحسش حد فيهم لدرجه خجول يعني. طيب ممثلين برضو يعني خلينا نتكلم شويه في المسلسل يمكن نفك الحاجه. اسعاد يونس واسعاد يونس مقله جدا فانها تطلع في الدور ده بالكاركتر ده اختيار رائع يعني احنا نحييك ونسقف لك على كل تفصيله في هذا المسلسل. فنتكلم مثلا على اسعاد يونس. وانا من ساعه زي ما قلت من شويه انا من ساعه ما قريت انا مش في الدور ده بقى بالذات مش شايف غيرها يعني الادوار الثانيه عاده ببقى حاطط اوبشن 2 3 ممكن حد مش فاضي حد ما عجبوش الدور. جيت عند دور ليه بقى ما كنتش شايف غيره والله مش بقرا الجمل دي حرام اي حد تاني يقول الجمل هيبقى مع احترامي لكل الممثلين وما بقولش انه هيبقى دمه تقيل قوي بس هي فيها طاقه كده ايوه هي الام دي الحما دي اللي هي خفه الدم والشقيه يعني ده ما كانش عندي اوبشن بي يعني كانوا حتى الزملاء في الانتاج يقولوا لي طب لو رفضت طب اول ما عرضت عليها قرت الاول قرت طبعا الاول ووافقت ما قالتلكش اي حاجه ما قالتلكش اي طلبات ما قالتلكش غير لا دي جميله ما حسيتش بيها خالص وحبيبتي برضو في وسط ما بنصور وقعت وعملت عمليه الف سلامه فاجلنا شويه شغلها لغايه ما تقدر تتحرك وبرضو ما كانتش بتحسسني يعني انا اللي شايل همها وان انا طول المشهد افضل مقعدها ما اعملهاش حركه بتحسسك انها تعبانه وهي تقول لي براحتك بقى انا هقوم انا هعمل يعني انا كنت انا اللي كنت قلقان لها مش هي. طيب تميم عبده واحمد كمال و اللي هي كانت الحما ممثله جميله كبيره استاذه ألفت امام استاذه ألفت امام ان انت ترجعها في الدور ده يعني برضو بقول لك كل تفصيله تتسقف لك عليها فالاختيار يعني فكرت ازاي في ألفت امام وهي مش موجوده بقالها كتير انا قعدت على النت كتير قوي وقعدنا على النت وكل اللي حواليا على فكره مش انا لوحدي يعني انا مش بقول فلان لا ده في تيم كبير وكله بيقترح وكله بيفكروني وفلانه وتنفع فلانه بس انت القرار بتاعك بفتح بقى النت واغرق فيهم شويه كده واتخيلهم شويه والصح بيبقى مريح كده يعني فجاه الواحد بيرتاح للقرار كده. ومصطفى درويش الله يرحمه الله يرحمه مصطفى درويش كان سعيد جدا بالدور بتاعه وانت كان المفروض ان انت كان احنا عندنا لقاء معاك وتأجل بس اتخضيت؟ انا مش عايزه اضايقك عشان انت اصلا خجول وهتضايق هتبقى اكتر من كده ايه؟ اتخضيت؟ طبعا هو اصلا كان لسه بيهزر من 6 ساعات على الجروب انا ما كنتش اعرفه قبل المسلسل بس طبيعي احتكاكنا بقى في التصوير وبتاع بقينا اصحاب وحتى بعد المسلسل فضلنا على اتصال يمكن ده اكتر مسلسل عملته الناس فضلت على اتصال بعد ما خلصوا لانه كان جو باين من صوره من 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 وهو على الشاشه الجو بتاع جوه العمل كان عامل ازاي كان جميل كانوا عيله فعلا يعني كلام الكليشيه اللي بيتقال في كل البرامج بس هو حقيقي يعني ما حدش كان عايز يروح اخر يوم وفضلوا قاعدين قعدنا 3 4 خلصنا
خلصته 15 بس مش عايزين نسيب بعض يعني. طب ما فكرتش في نص وانت بتشتغل انك تزود شويه بدل 15 تخليه 30؟ لا لا لا، الحاجه اللي تعرفي تقوليها في 5 دقائق ارجوكي ما تقوليهاش في 10. ليه؟ ملل. خلاص ما انت ممكن تقوليها في 5 دقائق، يبقى الخمسه التانيين دول رغي لك. فليه ليه اتعمد امط وارغي واطول؟ خلاص الفكره وصلت. تقدر تعملها في 15 يلا، تقدر تعملها في 10 احسن واحسن يا ريت. اوكي. طب ارجعك تاني لمصطفى من غير يعني احنا كلنا مش عايزه، انا هربت عشان مش عايزه. بس هل في جمل كده ساعات الشخص بيقولها اللي هو بيبقى حاسس ان هو رايح، بيبقى زي ما يكون عنده شفافيه ان هو هيمشي، ان هو عمره قصير، ان حاجات الناس تفتكره بيها، هل ده ركزت مع مصطفى في حاجه كده؟ لا يعني ما اعرفش، ساعات الناس لما حد بيتوفى ويشوف كان كاتب ايه، كان قلبه، ممكن هو يبقى كان كاتبها عادي هزار عادي. فما ما اعرفش ده حقيقي ولا لا. لما اخترته للدور اخترته للدور ليه؟ جه في دماغك، نط في دماغك امتى وازاي؟ لانه مختلف، لانه مختلف عن شريف سلامه، حتى فيزيكلي، حتى جسديا وطول بعرض. وبعدين فكرت انه الست اللي اتجوزت 3 مرات دي متهيألي ما يبقوش شبه بعض يعني. هي اتجوزت حد فتعقدت منه، فبتدور على المختلف خالص، فتعقدت منه فبتدور على الصيف. فحبيت انه يبقى حد على النقيض شويه حتى في مواصفاته الجسديه. ومصطفى الله يرحمه في حته خفه دم كده بتيجي تلقائيه بابن البلد. فحسيته ده جنب شريف، جنب دينا، وهم بيغيظوا في بعض مع واللي بيشيل العيال ويلعب معاهم، والاب اللي بيقولوا ايه، بيقولوا دفش، بيقولوا الحمش يعني اللي هو طيب بدرة. بدرة كان اختيار جيد برضه، وكان مفاجأة كبيرة جدا، بس كانت هايلة. ده كان مفاجأة ليا أنا شخصيا. أيوه ليه بدرة وشخصيتها؟ أنا ما كنتش أعرف بدرة أصلا. يعني أنا مش متابع جيد يعني. فما كنتش أعرف بدرة، فقعد بقرا السيناريو لقيت في شخصية اسمها بدرة، فبقول للمؤلفات قلت لهم يا جماعة الاسم غريب، يعني تيجوا نغيره نسميها اسم عادي. قالوا لي يا نهار أسود، أنت ما بتعرفش بدرة؟ قلت لهم هي بدرة دي، ده شخص حقيقي معانا. قالوا لي دي مكسره الدنيا ومش عارف ايه. رنا ويسرى بنحييهم، هايلين رائعين، كتبوا حاجه في منتهى الروعه. الحمد لله. فقلت خلاص لو هي شخصيه وفعلا كده تمام، طب نقابلها. وبعدين يعني هم كانوا كاتبين لبدر يعني، كانوا هم كاتبينها بدر، عايزين بدر. برافو عليهم. بقول لك انا ما كنتش اعرف مين. وبعدين اتفاجئت بعد ما مضت وجت وخدت انها ما بتعرفش عربي، ما بتعرفش ولا كلمه. قلت لهم يا جماعه انتوا فكرتوا ازاي وانتوا بتالفوا يعني؟ يا والست كاتبه على البيج في الانستغرام، كاتبه اي دو نوت سبيك ارابيك بالبونت العريض. قلت لهم انا هرسم ده الست قايله لكم من زمان. فقلتوا ايه؟ قلتوا طيب ما بتعرفش عربي، بس يلا نكتب لها دور بالعربي ويبقى كبير ونشوف هيحلوا الورطه دي ازاي. ده اكيد اللي فكرتوا فيها يا جماعه. وبعدين فقعدوا يضحكوا. فروحنا مترجمين. قابلت بدرة. قابلت بدرة. ومطلوب منها طلب غريب جدا، يعني زي ما حد يجي يقول لك مثلي بالياباني، يعني هي مش فاهمه هي بتقول ايه. فرحت مخليهم كتبوا لها، ترجموا لها الاول المشاهد بالانجليزي عشان تبقى فاهمه هي بتقول ايه في المجمل، وبعدين كتبوها فرانكو اللي هو العربي اللي بحروف انجليزي. فتيجي يا حبيبتي حافظه بس هي مش فاهمه كلمه كلمه، فبتسكت في اماكن غلط او بتنفعل في حته لسه الانفعال ما جاش. كانت مهمه، مهمتها كانت صعبه جدا جدا، برافو عليها فعلا. قلت لها اول بروف في المكتب كده، قلت لها طب عايزه اتاكد بس ان هي في ممثله. قلت لها بقول لك يا بدر مثلي بالاسباني، قولي المشهد ده بالاسباني. فلقيت ممثله، قلت لها طيب يلا بقى هنقعد ايه جمله بقعد اديها، لانها مش عارفه هي وصلت لفين. جمله وفي التصوير بقى هو ما حسيناش احنا بنتفرج ان في اي حاجه. وكان في معانا مساعده مخرج اسمها رهف وليد، صغنطوطه كده في الحجم شويه. فمشهد السفره، كان في مشهد في السفره كل العيله موجوده فيه في الحلقه التاسعه. فقعدنا رهف تحت الترابيزه، لما يجي دور بدره في الكلام تقرصها في رجلها تروح قايله.
بتتكلموا بجد؟ اه والله. عشان مش فاهمه اللي بيتقال حواليها. وناس كتير بقى بتتكلم زيطه. فكان المساعد مخرج اسلام عباس المساعد قال لها انزلي تحت الترابيزه وروسيها ما توجعوش دماغنا بقى، روسيها كل ما تيجي تتكلم. وفعلا بقى حافظه انت والله دي معلومات فعلا. تقدر تقول من برضه دي كوميديا اكتر من في المسلسل كمان. في من في شخصيتين كانوا بيدوا كده بدون انا شخصيا واكيد لكل اللي اتفرج طاقه كده حاجه وهج كده، ايه سماحه وجيهان شمشيرجي. دول يعني اللي هو قعدة البنات. ايه دول؟ ايه؟ لا البنات دول بجد دول اللي هيبقوا نجمات، عندهم شيء مختلف. فبرضو انت وقعدتهم هم الثلاثه والمفردات يعني كل التفاصيل دي. يعني جيهان وايه برضو مين فكرك بيهم ولا انت اخترتهم ازاي؟ جيهان اشتغلت معايا مره قبل كده فبرضو نطت في دماغي كده وانا بقرا. ايه ما اشتغلتش معايا قبل كده بس ده دي قوه السوشيال ميديا بقى بجد. اه طبعا هي عندي على الصفحه. فكل شويه بتنط لي وانا قاعد بقلب كده فحاسس اني اعرفها. فشفتها في الدور الثاني اختي وشبه دينا شويه. ايوه ايوه. طب انا هخرج شويه عن المسلسل ونتكلم عن خالد المخرج. انت اخترت انك تكون في اول بدايتك مساعد لمحمد فاضل، انت اللي اخترت تكون. لا هو ما حدش بيختار هيساعد مين، العكس صحيح. المخرج هو اللي بيختار مساعدينه. بس انا اشتغلت قبل استاذ فاضل، اشتغلت مع استاذ جمال عبد الحميد زيزينيا الجزء الثاني. وبعدين كنت انا واحمد الجندي بنتمرن. كان مسلسل صعب وظروفه كانت صعبه وحظه كان صعب. فعلى بال ما خلص كنت انا وجندي شايلين جامد يعني. مع طبعا الاساتذه المساعدين الاقدم مننا. فاعتقد اسمنا سمع شويه في السوق من المسلسل ده. فابتدينا من هنا نطلب يعني. بعد كده رحت مع استاذ فاضل قعدت معاه فتره خالص. كانت واسطه؟ اكيد انا قدام عينه. فوارد يعني طبيعي ما تبقي شايفه حد يجي في بالك، بس هو مش هيجيب لنفسه البلا يعني. لو انا مش شاطر مش هيورط نفسه يعني. كان لما بتعمل حاجه كان بيعلمك، كان بيقول لك تعمل طبعًا. لو في حاجه مش عاجباه انت طبعًا عملتها طبعا. يوه كنا بنتبهدل. وانت ما كنتش بتتقمص؟ كنت بتقمص. بتتقمص جدا. كنت بتتقمص جدا؟ طب ولما كنت بتتقمص؟ بس انا من نوع ما بقولش يعني ما اقدرش يعني. بس انا من جوايا يعني. وهو كان ياخد باله ان انت تقمص؟ وكان يجي يصالحني لوحده كده. بس هو مدرسة. انت وحيد فانت بتدلع. بس انت مدرسة محمد فاضل دي مدرسة. طبعا كبيرة. طبعا. وانت والجندي دلوقتي من المخرجين المهمين على الساحة. الحمد لله. فيعني كل الشكر للاستاذ فاضل. لا جندي ما اشتغلش مع استاذ فاضل. والله جندي هو كمل سينما بقى بعد الزينيا وانا فضلت شويه في يعني فيديو لحد ما جندي اللي خدني للسينما. طب ايه اكتر حاجه اتعلمتها من محمد فاضل؟ ايه النقطه الركيزه اللي ممكن تقول ما حدش بيعملها غير وانا خدتها؟ انا قعدت معاه كتير فتعلمت. مش حاجه اتعلمتها. لا حاجه في الاخراج لعبه محمد فاضل وانت شربتها منه. اصل الراجل ده استاذ في جميع جوانب. يمكن فكره اختيار تعديل كمان ضبط السيناريو والمشاهد اتعلمتها منه. طبعا. بس انا بقول انا بختار حاجه. بس هو الراجل كان ميزان سين وكادرات وديكوباج ويجي ودي حاجه تانية اتعلمتها منه ان انا ما اعرفش اروح اخرج في اللوكيشن في عشوائي كده. لازم لازم قبلها ليلتها بالليل على الاقل. مش لازم يعني شوت بس على الاقل ابقى فاهم انا هعمل ايه في المشهد ده. الناس دي هتتحرك ازاي؟ هتقعد فين؟ هتنفعل لانهي قبلها درجه؟ بيوم مش سايبها لا بيوم كده. لا ما اعرفش انام اصلي لو ورايا دي من استاذ فاضل برضه يعني. ما يجيليش نوم وانا مش مذاكر انه لسه هتروح توقف الناس دي كلها حواليك وتقعد تبتدي تفكر يا نهار اسود. طب قول الو. الو الو استاذ فاضل. اهلا. ايوه يا استاذ. اهلا يا استاذي. ايه الحلاوه دي والله. ده انا مبسوط على فكره. انا كنت بتغاظ من خالد في حاجه. ايه بقى؟ انه اولا بنت اسمه صغير جدا
ودي ليه يا ابني؟ ده المخرج ده هو يعني مش ممكن، ما ودي حاجه ما تسقش. وبعدين مش غاوي اعلام يا جماعه، طول الاعلام، الاعلام مش عشان انت تشتهر، بالعكس انت عايز توصل افكارك للناس. ده مكسوف. امال انا فين؟ ما انا اهو، ما انا قاعد معاهم مكسوف وعمال اجيبه يمين واجيبه شمال. انت اللي عامل اعمال. والله ده انا سعيد سعاده لا يتخيلها. شرف شرف شرف. اكتر حاجه لفت نظر حضرتك؟ لا بصي، في كامل العدد باعتباره الاحدث يعني ببساطه شديده، بدون ما احنا في مجال مش مجاملات. صح. اولا خالد يعني ايه كده، عارفه في صمت كان بيذاكر من غير ما يقول لحد. اولا هو مثقف يعني، وده ميزه لابد انها تبقى موجوده في اي مخرج، ولولا الثقافة اللي هو بيتميز بيها، ثقافة يعني بيقرأ في كل حاجة، بيقرأ في الرواية وفي المسرح وفي فالثقافة، المخرج اللي من غير ثقافة هيبقى حرفي بس. ده مش هيعرف لا يختار نص ولا يختار ممثل ولا يختار رسالة. على فكرة كل الأعمال اللي هو عملها، لو أنا مش ناقد طبعا، لكن ممكن حد هتلاقي فيه رسالة بتوصل، لازم فيه رسالة. ما فيش حاجة اسمها بيضحك وبيعمل حاجات عظيمة جدا، لكن في رساله. وده يعني في ثقافه وفي وعي وفي حكم. يعني من غير ما يبقى. وكمان الميزه في خالد انه ايه يعني، مش اللي هو بايه واخدها بتعقيد، لا لا لا، ده ببساطه هو حاسس اجتماعيا. يعني هو ممكن يقول لك انا ماليش في السياسه، لا ده انت بتعمل سياسه. سياسه يعني ايه؟ ان المجتمع محتاج للقضيه الفلانيه فانت حاسسها فبتقدمها، وانت مش قاصد، انت مش متعمد ده، وده ميزه كبيره جدا جايه من الثقافه. اما بقى التطور الحرفي او التكنيكي لخالد، فده ليه؟ لانه عنده ذكاء العام عالي جدا، فهو كده في صمت عمال يراكم حاجات، يراكم حاجات، بحيث نحس ان عنده زي ما بيقولوا كريشندو او تصاعد من اول عمل قدمه لحد دلوقتي. يعني انا حاليا بيتذاع له الوصيه مثلا، بتعاد على احدى القنوات. الوصيه روعه، اكرم حسني عظيمه جدا. لكن اما اقول كامل العدد، لا، يبقى كامل العدد فيه تطور بالنسبه له. وده اهم حاجه عند المخرج على فكره، انه ما يوقفش عند بدايه ناجحه، لانه لو ركن جنبها مش هيعمل غيرها خلاص. إن كل عمل انجح من الاحدث انجح من اللي قبله. يمكن هو بيقول ايه، خد مني ايه؟ لا، هو خد باللا شعور انه الو ايوه سامعين ان العمل اللي بيخلص خلاص ده خلص، ماليش دعوه بيه بقى. يعني ودي ده الحمد لله دي موجوده عندي من زمان قوي، فهو باللا شعور خدها، يعني مش لازم مباشر طبعا. طب استاذ فاضل، خالد زعلان ان هو مصنف كوميدي، وانا نفسي ان هو يفضل كوميدي ما يعملش حاجه ثانيه. لا انت لا شايف؟ بصي خالد على فكره ممكن يبقى، وبعدين على فكره له في السيناريو، يعني انا مش عايز اقول. ما هو قال ان هو اخذها من حضرتك. لا له في السيناريو يعني الكتابه. يعني ممكن قوي في مسلسل مسلسلات كان مساعد معايا، مش هقول اسم المسلسل طبعا، ولكن يعني اكاد اقول في مشاهد كامله كان اتزنق، فاقول له النبي يا خالد اكتب لنا، فبص يكتب. يعني عنده حس التاليف، لو ان هو مش عايز يبقى مؤلف يعني. طب تكتب لنفسك، يقول لك لا انا مش عايز اكتب، لانه كمان بيشاهد افلام كتير، افلام اجنبيه طبعا وكده، لكن يعني قدر يثقف نفسه. هو راجل يعني خريج صيدله وخريج تجاره. هو شخص واضح جدا ان هو شاطر، يعني من شاطر، حد شاطر، ربنا مديله موهبه الشطاره. وبعدين من النوع اللي هو الشغل بالنسبه له هو المرتبه الاولى. ودي احد عيوبي برضو. اذا اعتبرناها احد العيوب الحياتيه، لا، الشغل، إدمان العمل. ربنا يعني يبارك في صحتك وفي عمرك، وشكرا جزيلا استاذ محمد فاضل. عايزين ناخد جنبك والدتك، احنا عايزين نتكلم الاستاذ فردوس ممكن لو سمحت. استاذه فردوس لو هي موجوده معانا على التليفون. موجوده. انا بقى مش هسالها الاول، ازاي حضرتك يا نجمه يا كبيره؟ اهلا اهلا اهلا.
يا ايه الحلاوه دي؟ انت ابنك خجول جدا، ما كناش نعرف كده يا استاذه. بس طعمين تكسفوا فيا اكتر. صدمتينا، ده ايه ده الخجل ده؟ لا جميل جميل، طول عمره جميل والله. ازي حضرتك؟ يعني احكي لك على حاجه مثلا قول. بدايه حياته الفنيه، هو ما كانش في دماغنا ولا في دماغه خالص ان هو يبقى فنان. وكان اخد كليه تجاره انجليزي وتعين ومستقر وسافر لندن وبتاع. فجاه وهو متعين ومستقر وكل حاجه، جالي في يوم انا كنت بعمل زيزينيا، قال لي انا عايز ابقى مخرج. اوكي. قلت له نعم. طبعا نزلت الكلمه دي عليا زي الصاعقه، لانه يعني كده هيدمر حياته وهيدمر المهنه بتاعته، هينجح ولا مش هينجح في الحكايه دي. طبعا الموضوع يعني مش سهل يعني. فانا كنت بعمل بروفات زينيا، ورحت مكتئبه جدا واكاد عيط يعني، لانه خلاص كده ضاع الولد. وهو لما يصمم على حاجه بيعملها. استاذ جمال عبد الحميد بيقول لي مالك؟ قلت له ده ابني بيقول كذا كذا كذا. قال لي هاتيه بكره. قلت له اجيبه بكره؟ قال لي هاتيه بكره. يعني نشكره استاذ جمال عبد الحميد. والله العظيم. بعدين رحت قلت له، وجيت تاني يوم ودخل في الشغل وكانه هو مساعد مخرج يعني. ايوه اتولد مساعد في كل حاجه. والله. فاتغيرت حياته في يوم وليله. حضرتك يعني اشتغلتي معاه بقى، وحضرتك لما بتشتغلي معاه هو مخرج وحضرتك ممثله، قولي لنا كده الشكل العلاقه كانت عامله ازاي؟ لا ما زي ما انا علاقتي في البلاتو باستاذ فاضل نفس الحكايه، انا ممثله وهو مخرج. وبعدين هو يعني مخرج قوي الشخصيه بهدوء شديد جدا، لا صوته ما يعلاش ولا اي حاجه، لكن الكل يحترمه لانه هو متمكن من يعني. طب انا عايز اسالك بقى سؤال كأم للأستاذ خالد، بيحكي لك كل حاجة ولا بيخلص حاجات؟ ولا أي حاجة. يعني لما يبقى متضايق مثلا، يبقى تعبان، ولا أي حاجة بجد. وده كتوم الخلاف يعني اللي بيني وبينه. هو صامت خالص، ما يقوليش ولا حاجة. ممكن أعرف أخباره من بره، وده بيزعلني جدا والله. طب ولا مره بتقولي له يا ابني احكي لي انا امك؟ رد يا باشا. اقول له ما يقولش، اقول له ازيك يا خالد؟ يقول لي كويس. املى. طب املى الردود. انا برد الردود الاعلى، برد قصه قصيره. هي عايزه روايه طويله. طب ليه؟ فبعدين اقول له املى املى شويه يعني، زودها شويه من كويس دي يعني. طب ايه اكتر حاجه خالد واخدها منك يا استاذه فردوس؟ يمكن انا ابدو ان انا يعني منفتحة وبتاع، بس انا خجولة. يبقى الخجل بقى من جوايا قوي خجولة. حلت لنا المعادلة الصعبة. خالد يعني خالد ما بيجيش يحكي لك لو متضايق او فرحان؟ طب انت ما بتتدخليش وتعسعسي في حياته وتتدخلي كده فيها؟ لا ما يعني حياته الشخصية لا. سايبك؟ محدش سايبني. ما عيناش في الغلط. محدش سايب، معناها ان انت هي وباباك. لا انا بهزر. هو ده ترجع في كلامه. مش عايزين نعمل له مشكله، خليه انا هعرف لك كل حاجه. اوعي تقلقي. اعرفي لك كل حاجه، لان انا ما اعرفش عنه ولا حاجه. لا انا هعرف لك كل حاجه يا استاذ فردوس. مبروك لخالد، ودايما تشوفيه ناجح، ويعني ودايما كمان نشوف حضرتك متالقه ومشرقه استاذه فردوس عبد الحميد. شكرا جزيلا. شكرا. حد يبقى عنده ام سكر كده تبقى عايز تتكلم معاه، وانت كلمتين. انا مش فاهمه ايه موضوع الكلمتين. انتوا ليه كده؟ ليه كلمتين؟ يعني ليه جيل القصه القصيره؟ ما بعرفش يعني، مش بعرف يعني. انت سالتيني سؤال فانا رديت اللي هو. لكن ما تقعدش تحكي، ده مش الرد. لا برد اجابه كامله مفيده، بس هم يعني هي تبقى حابه انه تحكي بقى تون الكلام، ويبقى حواليه شويه اللي هو يا حبيبتي النهارده رحنا وكانت زحمه بطريقه يعني عايزه كده. انا رحت بس خلاص. لا رحت يعني. رحت يعني. طب برج ايه؟ الحوت.
الحوت. طب غامض انت في الحته دي والدك شويه؟ لان بحس الشخصيه دي يعني استاذنا الكبير استاذ نبيل هو الشخصيه دي شويه يعني مش رغاي مش طيب بمناسبه بس كاريزماتيك هو قال لك يعني ثانيه واحده يا سوسو يعني انت على قد ما انت قليل الكلام لكن لو احنا خدنا زي والدك انتوا الاثنين يبقوا عندكم نفس الكاريزما انتوا عنصر جاذب للنساء والله ده فين والله فين والله ابعتي يعني انت يعني انت مش واخد بالك من كده لا انا لا هو طبعا هو طبعا هو من زمان انا عارف طبعا بتكلموا في جميع الاعمار وكله سهل وده انا بقى انت مش هتصدق انا بقول لها عارف ابويا اللي هتقوليه ده لسه سامع ما بتقولش اشمعنى هو انا طبعا اقول لك منه بيمثل اشمعنى انا طب تفتكر اشمعنى انت ليه لا هو برضو لا في طبعا طاقه انت اهلاوي زيه انا اهلاوي في البطاقه يعني عشان خاطر البتاع بس لكن انا مش مهتم قوي يعني ده نبيل الحلفاوي ده اللي هو عمده الاهلاويه يعني كوره عموما لا اصل انا بقى بحس افهم حاجه بقى بحس انه يعني لو مصر بتلعب اشجع مصر محمد صلاح يا بحس بانتماء كده انما اهلي بيلعب زمالك وده في الجزيره وده في ميت عقبه وانا في مصر الجديد يعني مش عارف انتمي على اساس ايه وماليش حد بيلعب في الفرقه لا انت كوميديان بالفطره فتمام يعني اللي يكسب برافو مبروك لا بس انا عايز اقول لك ان هو من كتر ما هو اهلاوي طبعا هو زعيم تويتر على الاهلي وعشان انا بحبه فانا بشجع الاهلي عشان خاطر الاستاذ نبيل بس ما يبقاش قدام الزمالك يعني خارج نطاق الزمالك سكند ممكن يعني. لا والاهلي بيلعب ماتشات بره ببقى اهلاويه يعني اي حاجه بيلعب لا بره خلاص بره بتفرج وبهتم لان احنا باسمها بقى مصر بنلعب دوله اخرى بقى ما بفكرش فيك اهلي طيب هو ما بيلومكش بقى ان انت مش متحمس لا هو الراجل ده مريح جدا ديمقراطي يعني طيب برضه بتكلمه نص كلمه وكلمتين ونص بقى احنا الاثنين بقى ده انتوا اللي يكلمني خلي بالك مش عارف ايه رخصه سواقتك مش عارف ايه جددت اقول له يا بيقولي طب يا حبيبي كلمه ونص انتوا الاثنين واصلين لصيغه حلوه جدا في التعب ولادك بقى واخدين نفس القصه دي ولا منفتحين لا انا عندي اصل بنوتين في الموضوع البنات مختلفين بقى التفاصيل والرغبه البنات دول حلوين او دول الوحيد اللي بيخشوا يخلوك تتكلم لانهم بيحبوا يدلعوا بابا لا دول ده انا اللي بتدلق عليهم يعني بجد؟ يعني شخصيتك بتتغير وتتحول معاهم هم البنات هم معانا يا خبر ابيض دي زمان الصوره دي كبروا دلوقتي دول كبروا بقى وكبوا كام؟ 12 و7 مفيش ولا واحده فيهم عندها اي ميول فنيه؟ هي هم لسه في مرحله ان احنا التكوين بنتنقل من حاجه لحاجه بس لا الموجود يعني سواء مزيكا سواء في بوادر كده بتتدخل في حياتهم يعني البنات في السن أبوهم. ده طبعا بيحبوا الاب الصاحب انا بحاول اعمل كده على قدر طاقتي انا انا مصاحبهم انا ما بنامش لانه واحده بتستلمني للفجر والثانيه بتصحى بدري تمام بتستلمك الفجر دي بتقعد كل واحده مع بعض بيشفتوا عليا فانا صاحب بس طبعا في لحظات اكيد بتنرفز اكيد بنفعل ايه الحاجات اللي بتبلعها على مضض لان ده جيل بقى ممكن يتكلم في كل حاجه ويا بابي عايزه اروح وشفت مين صاحبتي ومين بتعمل انا ببلع كل حاجه ما عدا الحاجات اللي تضر بالاخلاق والاحترام يعني ما اقدرش اتفاوض مع قله الذوق اول حاجه اللي هتضرهم صحيا او تضرهم في حياتهم وغير كده انا تمام بتسمح لهم انهم يطلعوا رحلات ولا كل ولو حد الحلقة. فيهم جاء قال لك هيمثل هيتعمل زي فردوس عبد الله لك بنتي الكبيره مثلت مره قعدت تزن قلت لها طيب كاستنج بقى زي كان عندها 8 سنين زيك زي اي خدتها مكتب الكاستنج وسبتها لوحدها في الاوضه اتعمدت اخرج عشان اشوف لو هتتكسف فلقيتها بتقول كويس فقلت خلاص خليها تجرب عشان ما تصدعنيش بقى يبقى شافت البهدله فما تكررهاش فعجبها
البهدله. بس قلت لا لما يعني هم حرين بعدين. بس طب ان انت ما خدتهمش وانت عندك كام طفل في المسلسل وكلهم بالمناسبه كلهم كانوا هايلين وبيحيين يعني كلهم. تجربه يارا في نادي الرجال السري عملت لي مشاكل مواعيد النوم والمدرسه فقلت طيب احسن يعني مفيش داعي. مامتها برضو كانت ازاي الساعه 7 الصبح والبنت لسه عندها، اقول لها اعملي هروحها لسه مخلصناش عندها شغل. طب ايوه قلت لا خلاص. هي ما زعلتش ان هي ما خدتهاش؟ هي بعد نادي الرجال ابتدت تقول لي لا انا ما مثلت وحش وانا ماليش في التمثيل وبتاع. بعد ما اتفرجت على كامل العدد قالت لي على فكره انا ما عنديش مانع لو في حاجه. على فكره انت كوميدي جدا. طب انا عايز اسالك سؤال، ايه النقد اللي نبيل الحرفاوي بيديهولك؟ هو بيكلمني بعد كل عمل بيقول لك والعمل عمله بقى يعني يعني هو مش حاجه اساسيه نقد ثابت لكن طبعا. ايه الحاجه اللي قالها لك يعني مثلا في كامل العدد كلمني بعد الحلقه الاولى قال لي برافو الشغل حلو قوي واسوان وشغلك هايل والدنيا، بس كنت اتمنى نخش في الموضوع اسرع شويه. لا خالص استاذ نبيل هو كان ماشي مظبوط فوق المظبوط. ده هو لما اشتغل في اعلى سعر قال لك يا رب تشتغل مع نيلي كريم. وانت قلت ان احنا بيها جدا في الشغل يعني هو دوره كمان في اعلى سعر. ايوه انت نفسك. انا نفسي طبعا اي حد بالالتزام ده والاجتهاد ده بتبقى حياتي سهله، يا ريت كل الناس تبقى كده حياتك سهله طبعا. طب مين النجوم اللي عايزها تغير من جلدها وتعمل معاك حاجه كوميدي وتعرف تطلع منها امكانيات مختلفه؟ كله يجوز يعمل كده. هو الكوميدي على الورق. تجربه يسرى الكوميديه اللي هي عملتها في رمضان انا ما شفتش الحقيقه. انا لا اخفيك سرا انا ما بتفرجش، ودي حاجه غريبه في كمخرج يعني. بس انا ما بتفرجش وما بتفرجش على شغلي انا نفسي يعني. خلاص المونتاج خلص سلمنا الحلقه خلاص بقى هشوفها تاني. بس استمتع على أسمع. فكره انا اقول لا لك شوف كام الحلقه هتنبسط على فكره. اول ما تبقى العيال قاعده بتتفرج فلاقي حاجه بتاعتي بلاقي نفسي من الغصب عني بقلب. اللي هو انت مش خايف؟ مش خايف بس يعني بحس انها مش حلوه. مش حلوه يا راجل بعد ما مصر كلها بتقول عليها حلوه انت بحس بشوف تاني كده بكتاعه دي كانت ممكن تبقى احسن يعني كده. انت بتجلد نفسك اكتر. طيب استاذ نبيل انت كنت بتوري له السيناريوهات في الاول خالص يعني ادي كده رايه مهم. ولما قال لك على نيلي كريم فانت برضو نفسك تشتغل مع نيلي كريم طبعا. رايه بيمثل بالنسبه لك ايه؟ المرجعيه، الثقه، خبره وواثق في رقي ذوقه يعني. مش هيقول على حاجه حلوه وهي تافهه او فيها اسفاف او هلس يعني زياده. بس ده كان في الاول كنت لسه مش بتحسس مش عارف اعمل ده. طب ما اعملش ده. طب ده حلو ولا تافه ولا بتاع. فكنت برتاح لما الاقيه بيقول لي لا لطيف. هو اشتغل معاك مره واحده بس ضيف شرف برضه. اشتغل ضيف شرف مشهدين تسليم اهالي مظبوط. ايوه ليه ما تشتغلوش مع بعض؟ لا مفيش ليه يا ريت. انا طلبته في احمد كمان في اضواء لا في حاجات. اصل انا شفت ان هو ممكن يعمل كان بس احمد بس لا دور رائع. استاذ احمد كمال صعب استاذ نبيل ليه؟ لانه عامل برضه شبهه قبل كده في اعتقد القاهره كابول بالظبط برضه الاب بتاع اللي بيعجب كانت شيرين أيوة ام الوقت لا ده ما كانش. لكن بطلبه في حاجاتي يعني ما عنديش حاجه ضد. بس هو دايما بيبقى فيه حاجه يعني مش لما بيبقى فيه دور طبعا مناسب يعني. لا بس يعني ممكن تزن يعني لا لا ما بعرفش انا عايش في دور ولا عليه ولا على وخالص ولا على اصحابي ولا انا مش من النوع اللي هو تعالى يا عم لا اصل انا تعبان يا عم تعالى وقوم ما بعرفش الجمله دي بقى خالص. خلاص تعالى يا عم تعبان. طب يا حبيبي اشوفك بكره. خلاص كده اسعدتنا ونورتنا انت مخرج مميز جدا يا خالد واعتقد الدماغ دي اللي انت فيها والخجل ده بيزيد من احساسي بان انت فعلا النوعيه دي هي اللي تطلع الاعمال الراسيه دي. ربنا يخليك حياتنا ليك والله وشرفتنا ونورتنا بجد بجد ومزيد من التالق.
ميرسي جدا. وخلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم البرنامج. عقلها الهندسي ماهر في ترتيب الأفكار، وحسها المرهف بوابة عبورها لقلوب المشاهدين، والتفاصيل لعبتها التي تشرك الجميع بها داخل الحكاية. تلك التوليفة المبدعة صنعت اسماً كبيراً في عالم السينما والدراما المصرية والعربية. وجوده يعد سق مصداقية وإبداع. إنها الكاتبة مريم نعوم. مين اللي كان بيدفع المرتب بتاع النادي؟ مين الذين اللي قعد معاهم عشان تروح تسجلي؟ مرة قعدت بيهم مرة وزلتني بيها شهرين. كل لما تشوف وشي تقولي قد ايه هم طلعوا عينك العيال. لا وايه؟ بعد كده سيبتني الشغلانة كلها. نشأت مريم نعوم في بيت يعامل القراءة والكتابة معاملة الأكل والشرب، فوالدها الروائي الكبير نبيل نعوم الذي بدأ مشواره مهندساً وأبدع في الكتابة، ووالدتها مصممة الحلي المميزة سوزان المصري، فتشربت سماتها الشخصية إلى جانب موهبتها التي لم تشعر بها يوماً حتى قررت الابتعاد عن الهندسة من عامها الأول ليفوز بها عالم الدراما والسينما. لم تسعى مريم نعوم يوماً للقب أو لتصنيف، رغم الحديث عن كونها نصيرة المرأة، فهي تكتب ما يدور في عقلها وبطله الإنسان أياً كان نوعه، وتدعم أي حلم وراءه فكرة صادقة، مثلما دعمت أصحاب أفكار مسلسلي ليه لأ وخلي بالك من زيزي من خلال ورشة الكتابة التي تترأسها، كما أبدعت في مسلسلات الهرشة السبعة ووحة الغروب وسقوط حر وتحت السيطرة وغيرها من الأعمال الإبداعية. الصدق بسطتها والحكي عن الناس هدفها، ربما لذلك استطاعت اختراق وجدان المشاهدين العرب ووصلت إلى خبايا أفكارهم ومشاريعهم، فيستكين الدقيق بأبطال حكايات مريم نعوم. يعني إحنا بكل السعادة ويعني الإشراق إن هي موجودة معنا، لأن هي بقت في كياننا من أول بنت اسمها زيت. هي من المبدعين اللي بنعتبرهم أنصاف مجانين، واضحة زي الشمس، وليه لأ هو شعارها في الحياة، متمردة وما ينفعش تكون تحت السيطرة، وفي شغلها ما بتقبلش تكون نمرة اتنين. لما بتعاني من الهرشة السبعة أو موجة حرة بتلاقي راحتها في واحة الغروب، ورغم انها البريئة لكنها دخلت برجليها سجن النساء. هي اللي دايما قادرة على التحدي والمواجهة، هي دايما المبدعة والمدهشة مريم نعوم، نصيرة المرأة مش بالشعارات ولكن بالكتابات المؤثرة انسانيا اللي بتلمس المشاعر من غير ما تدغدغ اي أو تخاطب أي شيء مش حقيقي. دايماً بتخاطب العقل من غير فرض أي وصايا. كل سعادة وكل نور في وجودك يا مريم. أنا أسعد بمسي خالص على الاستضافة. يا مريم أنت نورتينا وشرفتيني. أنا حقيقي كنت هسألك سؤال في الأول خالص في بداياتك، بس لما سهير عملت الانترو ده خلاني استوقف في دماغي سؤال، أنك أنت فعلاً معظم كل كتاباتك تقريباً بتخاطبي فيها المرأة، بتنتفضي للمرأة، وفي أدوار كتير في أماكن كتير لما بتشوفيها موجوعة من حاجة أو مظلومة من حاجة بالذات في المجتمع بتحاولي تجري وتنقذيها بقصة أو كتاب. ليه كتاباتك كلها عن المرأة؟ أنا حاسة أنه في البداية ما كانش ده التوجه، يعني أنا كنت بادية فيلم واحد صفر، فيلم واحد صفر بطولة مجموعة رجالة وستات، ثم كان قضية مهمة للمرأة برضو، كان في حاجات متفرقه، بس اعتقد انه اللي بيحصل انه انا ببقى حاسه اكتر بمشاعر الستات بحكم كوني ست، فانا قادره ابقى يعني اغوص اكتر. يعني انت بتبني
الكتابات بتاعتك من مواقف انت كامرأة بتروحي تواجهيها في الحياة اليومية، ولا من موقف انت شفتيه في مع حد او اتحكى لك؟ يعني لا مش لازم ابقى عشت التجربه، قريبه قوي لكل ست مصريه، بس مش لازم اكون انا شخصيا عشت التجربه، لانه في الاخر في تجارب انا ما عشتهاش. اه بالذات مثلا في سجن النساء تحت السيطره، لا الهرشه السبعه مثلا، الهرشه السبعه ده شبهنا كلنا بجد. كل واحد هيلاقي نفسه جزء في حته ما، ففي حاجات عند شخصيات متفرقه ممكن اكون انا مريت بيها، او اعرف ناس قريبين مروا، او فريق الكتابه، او التيم كله، لانه هو مسلسل عن العادي في الحياه الزوجيه، عن التفاصيل اليوميه بالظبط والعاديه، مش عن الحاجات الكبيره. كنت تبقى مسلسل عن العادي في الحياه الزوجيه. طب جات لك الفكره منين؟ عشان حسيت في لحظه انه العادي ده وتراكمات العادي هي اللي بتعمل يعني زي كلكيعه كبيره الناس بتتفاجئ بيها فجاه، الكابل يعني فجاه يلاقي ان في حاجه كبيره قوي وهو مش فاهم هي جت منين. يعني الحاجات الكبيره اوريدي، العنف مثلا، البخل، الخيانه، ماشي دي حاجات ممكن تدمر برضو زيجات، بس هي واضحه قوي. بس التفاصيل دي عامله زي الايسبرج، عامله زي كده اللي هو قمه الجبل الجليد الصغنن من فوق، بس تحت فيه بس كارثة. انت رغم ان انت نصيره المراه بتعرفي تعبري كويس جدا عن مشاعر وافكار واحلام واولويات النساء، لكن انت ما بتهنيش الراجل، يعني ما بتشوهيش الراجل، لاني مش شايفاه مشوه، انا شايفه انه في الاخر دول اتنين بني ادمين مختلفين. ده انصاف هايل يعني. يعني لا بس يعني بيبقى في جزء باين ان هو بترمي عليه اللوم حسب العمل. يعني مثلا في سجن النساء، لا صابر كان صابر الواطي، واضح عنده في لحظه من اللحظات نقدر نفهم هو ليه تحول لهذا الشخص، نقدر نفهم دوافعه، لكن مش معناها ان احنا نتبنى الدوافع دي ونتعاطف معاها. يعني هنا لحظه الوحي بتجيلك وانت في الطريق. طيب انت كنت مقرره في ليه لا ان انت بتعملي سلسله للستات والرجاله، وبعدين قررت ان لا ليه لا هيبقى ستات بس، وقلت ان انت هيبقى عندك سلسله تانية للرجاله. ايه الموضوعات اللي انت شايفه ان الرجاله محتاجه يتعمل لهم زي ليه لا؟ يعني ليه لا قضايا واضحه للمراه، ايه بقى عند الرجاله قضايا شايفه انها لازم يتبص عليها ولازم نقول دي حاجات موجوده وحقيقيه؟ انا مش هقدر اقولهم دلوقتي عشان هنشتغل عليهم. حاجه واحده يعني الرجل عاشق للاقتناء، دي مشكله، مش كلهم. يا تقنعيني اني اتقبلها، يا تقنعيني انها مشكله. يعني مش عارفه حسن، في يعني انا مش عارفه اقنعك. يبقى انت مش هتعرفي تقنعيني. عشان انا صح؟ لا عشان انا جايز حاسه انه جايز مش دي الحاجات اللي حاسه انها فعلا ملحه. يعني في الاخر لو اتكلمنا على فكره الاقتناء، هي مشكله ضربه عند الست، يعني ده عيب عند الراجل بس بيأذي الست. مسمعاه بالظبط عندي، فهي انا كده مش بعمل عن الراجل، انا كده بحط على الراجل تاني. طب ايه ده؟ طب انت بتقولي خليكي فير، ابقى فير ازاي؟ طيب ايه الحاجه اللي ممكن بعيد عن اللي انت بتكتبيه؟ انت اكيد عندك افكار كتيره، بس اديني مثل الحاجه اللي ممكن تكوني بتدافعي فيها عن الراجل، والراجل مظلوم في ايه مثلا؟ لا انا بحس انه بعيد عن اللي انت بتعمليه. لا بشكل عام انا بحس ان احنا في مجتمعاتنا بنطلب من الرجاله حاجات فوق طاقتهم، فده بيترجم بعد كده لعنف، مش بالضروره جسدي بس عنف اجريشن، لانه هو مضغوط جدا ومش قادر وما يقدرش يقول انا مش قادر. وبتدي له نفوذ مزيف، وبتدي له تسلط ممكن يبقى مزيف. انت السلسله الجديده، المشروع الجديد اللي انت شغاله عليه ده، المشروع الموازي ليه لا بس للرجاله، معنى كده ان انت هتنصفي الرجل او هتقدمي صوره عادله للرجل؟ هو ده مش الموازي لا، هو مشروع مستقل. ايوه انا بقول ده المشروع اللي انت بتشتغل عليه دلوقتي. يعني هتبقى الصوره، وهو على فكره بنفس المنطق. يعني احنا مثلا في ليه لا، او في خلي بالك من زيزي، او في الهرشه السابعه،
احنا قد يكون الحبكه الاساسيه فيها دور الست مهم، بس احنا ما عملتوش دور الراجل بالظبط الحقيقه. فهي بالعكس هي وخلي بالك انت قلتي ان في ليلى وخلي بالك من زيزي انت ما كنتيش مشرفه على لا انا كنت مشرفه بس كنت مش مشرفه أفكاري. بس مش افكارك. طب ليه هند صبري وكريم عبد العزيز هم النجوم اللي انت نفسك يجسدوا القصص بتاعتك؟ لا انا اتسالت مين احب اشتغل معاه، فقلت انه من اللي ما اشتغلتش معاهم. مين اللي ما اشتغلتيش معاهم بالظبط؟ فانا يعني تقريبا اشتغلت مع كريم عبد العزيز. هيبقى بطل في قضايا الرجل ولا لسه؟ دي حاجه تانية. طب انا عايزك سؤال بره بره الشغل. بنسبه قد ايه يا مريم انت ام ناجحه لابنك وهو ابن وحيد؟ يعني ما اقدرش اقول قد ايه ناجحه، لازم هو اللي يتسال. لا انت شايفه ان عامله اللي عليكي؟ لا انا عامله اللي عليا الى حد كبير، لاننا عرفت اخليه صاحبي. انا بقى هو عايزه اوصل النقطه دي. عملتيها ازاي وهو ولد؟ يعني انا ممكن اصاحب بنتي بس اني اصاحب ابني دي بياخدني دايما على ان انت 15 ونص. ده سن صعب. يعني صاحبتيه ازاي من وهو صغير؟ هو احنا عندنا يعني علاقه قريبه قوي من بعض، بوند فظيع. وهو مع انه برضه هو انا كنت حريصه انه يبقى طفل مستقل، ما يبقاش اللي هو ماسك في ديلي وكده. يعني رحلات ببعت، سفريات ببعت، كل حاجه. كان في اتفاق يعني مع بابا انه احنا عايزين ولد مستقل ويقدر يعتمد على نفسه. فهو اجتماعي جدا، مستقل جدا، بس في بيني وبينه وهو بياخد قراراته بنفسه فعلا من غير ما تتدخلي او تعترضي او تنتقدي. بحاول على قد ما اقدر اسيبه ياخد قراراته على قد ما اقدر. لازم انصحه. وانت كاتمه الغيظه، الكاتمين الغيظه. انا عامه انا شخص هادي، عصبيتي كلها لجوه. يعني على عكس دايما يقولوا برج الثور عصبي، انا مش عصبيه خالص. انا لا بس لما بنفجر لا عنيده طبعا، وانفجاراتي مروعه. يعني انا لو انفجرت الناس بتتخض. هو اتقي الشر الحليم اذا يعني ما حدش يتوقع ان هذا الهدوء ممكن يطلع منه هذا البركان. بس ده نادر قوي بقى، يعني كل سنتين ثلاثه. بنسبه قد ايه مروان واخد منك واخد منك حاجه كتابه ولا ايه هواياته؟ هو بيحب يرسم جدا، بس دي من بابا. بيحب الفاشن ديزايننج وحاجات كده، يعني انترستد في الموضوع برضو ده. علاقة فن برضو مع ليه علاقه بالرسم. بينتقد شغلك؟ مش بيتفرج عليه كله خالص، مش قوي. يتفرج امتى؟ لما يسمع في المدرسه ان زمايله بيتكلموا على مسلسل معين، يجي يقول لي ايه ده انت اللي عامله ده، اقول له طب هبقى اتفرج. بس طب انت اتفرج على ايه وبكلمك عليه؟ طب نخلص مروان. اتفرج على مين قال؟ اتفرج على شويه من خلي بالك من زيزي شويه. بس هو بيحب الكوميدي. يعني هو عارفه الجيل ده في منه ما بيتفرجش على عربي ويتفرج خلص. بس على اجنبي لا، هو كل ما ادخل عليه غالبا بيتفرج على كوميدي مصري. هو طبيعي الحمد لله بالظبط. كويس. انت الزحام بيوترك ليه؟ ما بحبش الزحمه، ما بحبش الدوشه، وما بحبش يعني الاماكن اللي فيها تكتلات. مثلا كان زحمه قوي، الناس بتخبط في بعض كده، بتوتر جدا. طب بس وتحب الوحده ومسميها قوقعتي؟ احب انسحب داخل القوقعه من وقت للتاني عشان اشحن. مع اني هو طب انا هقول لكم حاجه، هو انا عندي تناقضات كتيره قوي، بس عشان انا اجتماعية جدا في الكومفورت زون، يعني وسط اصحابي القريبين ودوائري القريبة اللي انا انا منطلقة جدا وفرفوشة جدا، ويعني ايه الشخصية الحقيقية مشرفة الرحلة. اوكي خلاص تمام. بعد كده في بقى جزء تاني من الكاركتر، انه لو بره الدايرة المقربة الكومفورت زون لا، باخد وقت كتير قوي عشان اخد على الناس. وفي جميع الاحوال بحتاج من وقت لتاني انسحب كده جوه القوقعه. الانسحاب ده ممكن يبقى وقت قد ايه اللي هو عشان تشحني ده؟ اسبوع، اسبوعين. حلو قوي. يعني اطول حاجه اسبوعين. لا ممكن ساعات لما ببقى بقى لما بيبقى جاي القوقعه مع ديبرشن، يعني لو انا مثلا عندي ديبرست او حاجه ممكن اقعد شهر مثلا. طب انا عايز اعرف ايه علاقتك بالسلحفه؟
بيقولوا لي دلوقتي انت كنت انت فعلا لما بتسافري مكان بتشتري كل مكان تشتري سلحفه انت حاسه ان سلحفه حقيقيه تمثال انت حاسه نفسك شبه وكل السلحفة. هدايا عيد ميلادي دايما في سلاحف يعني في في سرد يجيبوا لي سلاحف كل الناس اللي عارفاني من قريب ايه العلاقه بين يعني ماذا تمثل لك ماذا تمثل لك السلحفه مش عارفه انا الاصرار الخطوات البطيئه بس التأني وده حلو عشان عكس التسرع والتهور التأني والحكمه هو في حاجه اسمها انيمال يعني الجايد انيمال بتاع البني ادم فانا أوكي. طول الوقت عندي ارتباط ما بالسلاحف ومش فاهمه ليه اوكي فاكتشفت موضوع الجايد انيمال ده فدخلت ادور عليه وعملت زي تيست كده فاكتشفت انه الجايد انيمال بتاعتي السلحفه وانا ما كنتش مدركه اكتشفت ده فاصبحت هي التميمه بتاعتك بالزبط. او يعني طب انا عايز هيك سؤال النهارده لما بنقول اسم مريم نعوم بيبقى جرانتي لمسلسل ناجح دي حقيقه الحمد لله يعني لا يعني دي انا مش بجاملك بس هو ده الحقيقه ما بيخضكيش لا بتخض انا لو منك اتخض لا بتخض وكل مره ببتدي اي مشروع ببتديه ببقى كاني ببتدي مشروع لاول مره ومش ضامنه هينجح ولا لا بس انت من الناس القلائل في عالم الكتابه النسائيه اللي موجوده وليها اسم ما بي الحمد لله الحمد لله ما بتجللكيش مسلسل الله اكبر دي حاجه بس انت ممكن اكيد بتثيري ال 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 الغيره يعني الناس اشمعنى انت فيكي ايه زياده يعني فاهمه بس برضه ما اعرف ارد عليه لا يعني اشمعنى انت ليه اسمك بقى تريد مارك للاعمال الناجحه باستحقاق وجداره انا متهيألي المثابره اولا انا بحب شغلي جدا يعني وحقيقي ببقى مركزه جدا واحنا بنعمل اي حاجه وببقى وضحيت تضحيات كتير يعني جيت على نفسي كتير وعلى صحتي وعلى وقتي وعلى كل حاجه عشان الشغل فبحس انه على قد ما انا عفرت واديت للشغلانه هي كمان ادتني ضحيتي كتير بغض النظر عن صحيا في ايه يعني انت اضطهدتي فتره من فترات ما كنتش بتشتغلي لا ما كنت ما اقدرش اقول ان انا كنت مضطهده يعني كنا مضطهدة. كلنا يعني في لحظه كده كلنا كنت قاعده في البيت يعني دي من ضمن التضحيات لا مش دي بس قصدي ان انا مثلا انه ابقى ابدي الشغل على تفاصيل حياتي اني اختار بدل ما اروح حتى ابسط الحاجات بدل ما اروح اشوف اهلي امي او اصحابي اروح اعمل ميتنج اللي هو ادمان العمل ان انت عايشه بتتنفسي اثبات الذات طيب يعني كنت عايز هي في فتره اللي هم اخر 6 سنين تقريبا انا كنت عايزه اوقف سرد على رجلها لانها تجربه من الصفر وما كانش في موديل شبهها اقول هعمل زيه فانا كنت بجرب واعمل صح واعمل غلط فعشان سرد تقف على رجلها ويبقى دلوقتي عندك كتيبه اعمال دراميه في مجتمع ينقصه الكتابه والكتابه والقصه وروح العمل الجماعي كمان عندنا مشكله فيها فكره الجماعيه او الفريق او الجماعه طيب انت دلوقتي اشرتي لفكره التضحيات وعندك راي بيقول ان النجاح في الفن بيحتاج لتضحيات بالوقت والمجهود والمال اعتقد في حاجات كتير مش بس في الفن هل المراه هنا بقى محتاجه لمن يدعمها عشان التضحيات دي اللي هي بتعملها او ما تضطرش لهذه التضحيات ولا هي مجبره على هذه التضحيات لا دي تضحيات هيعملها راجل او ست في المجال بتاعنا يعني انا لو كنت راجل كنت هعمل نفس التضحيات ونفس الحاجات جايز الفرق الوحيد انه الام لو عشان انا في نفس الوقت كمان ام وده بالنسبه لي برضو فول تايم جوب يعني طبعا. دي مهنه شغلانه فالمجهود بيبقى مضاعف عشان احافظ على الاثنين لكن التضحيات في المهنه بتاعتنا اي حد عايز ينجح هيضحي راجل او ست طب انت شايفه ان انت التضحيات اللي انت عملتيها كانت على حساب نفسك مش على حساب امومتك على حسابك انت كإنسانة اكيد جزء منها جاء على حساب امومتي لان كان ممكن ابقى موجوده اكتر في اوقات عشان مروان بس جايز اللي كان ظابط ده ان انا لما ببقى موجوده قوي
كواليتي الوقت يعني. بالظبط. وهو دلوقتي في سن هو مش عايزني اصلا، هو مع اصحابه 24 خلاص ساعه خلاص. ولا عايز وانت ما تقوليش ماما وما تقوليش دلعيني وتكلميني وتناديني مروان. طب مريم، الدويتو اللي برضو يقال ان هو يعني دويتو نجوم 5 ستارز هي مريم نعوم وكامل ابو ذكر، الدويتو ده راح فين؟ الدويتو ده ان شاء الله راجع. لا لا ان شاء الله راجع. لا احنا كان حصل بينا خلاف فعلا في لحظه من اللحظات، انا احب الصراحه، وتجاوزناه. تجاوزناه لانه انا بالنسبه لي علاقتي بكامله اكبر بكتير واهم، الانسانيه اكبر بكتير واهم بكتير من خلافات الشغل. في الاخر الست دي انا لا يمكن انسى ان هي انا عملت معاها اول افلامي، انا بقيت مريم نعوم عشان اشتغلت معاها، وهي كامله ابو ذكري عشان اشتغلت مع مريم نعوم. ولازم اقول الحقيقه، بس هي كانت باديه من قبلي، بس برضو انتوا الاثنين عاملين عارفين كده لما بتبقى في سبوت لايت بيبرق كده من بعيد اول ما بنشوف اساميكم موجوده على التتر. انا بالنسبه لي هو بس ده. احنا ان شاء الله عندنا مشروع هنعمله. مين صالح مين الاول؟ انا يا واد انت يا جميل انت انت اللي كلمتيها. انا طبيت عليها في البيت، فتحت الباب لقيتني وبعدين قلت لها لا، قلت لها زي ما بقول انا يعز عليا ان احنا نبقى متخانقين لانه علاقتنا الانسانيه اهم بكتير من الشغل. الشغل يروح ويجي مش مهم. اخذت وقت، اخذت وقت قد ايه عبال ما اتصالحتوا؟ لا يعني في ساعتها، في ساعتها قعدنا وتصفينا في موضوع مشروع جديد. لا لا لان احنا لا احنا اتصالحنا وقت الخناق، في عز الخناق انا رحت صالحتها. ده مش بعدها بكتير يعني، احنا في عز المشروع انا رحت وبعدها على طول اتصالحنا وقعدنا فتره، هي بتعمل حاجات وانا بعمل حاجات وكده، وبعدين دلوقتي بنعمل حاجه يعني مع المشروع الجديد مع كامل ابو ذكري. واو ان شاء الله. بس مش ال مش المشروع مش المسلسل. طيب فيلم. وجود لا هو مسلسل برضو بس مش اللي هو البروجكت اللي عن عن راجل. طيب. وجود. على فكره الثنائي ده هيكتمل جدا بثلاثي مفيد الشيح كبطلة. يلا يلا اخدك وانا مروحه دلوقتي نعدي على كامله. طيب وجود مريم ابوف، كامله ابو ذكري، مريم نعوم، ساندرا نشأت، هلا خليل، يعني مجموعة أسماء كده ستات، ده صدفة إن بقى في عندنا مبدعات سواء في الكتابة أو في الإخراج، ولا أنت شايفاها إيه؟ لا مش صدفة، أنا شايفة ده عن استحقاق يعني. كمان الأسماء اللي أنت قلتيها، وفي كمان نادين خان، وفي مريم أحمدي، في أسماء تانية، دول مجموعة ستات درسوا السينما، اشتغلوا مساعدات يعني فيما يخص الإخراج كتير جدا يعني، هم ده الطريق اللي هم اختاروه وعفروا عشان يبقوا فيه. فهي لا مش صدفة خالص. هو اعتقد ان احنا جيلنا واللي جاي، الأجيال اللي جاية كمان في ستات وبنات اكتر بكتير، اسمائهم هتبتدي تطلع وهيشتغلوا في الإخراج، في الإخراج وفي الكتابة. لا في الكتابه بقى، في التصوير في بنات كتير دلوقتي يعني. طبعا هي نانسي عبد الفتاح كانت يعني طبعا عظيمه، اكبر اسم واهم اسم، بس لما تروحي اللوكيشن دلوقتي هتلاقي في كل كرو تصوير في بنت بتتمرن، في حقيقة. بنت بتشتغل. فاعتقد انه بقى في قبول اكبر لوجود البنت، لوجود البنت، وكمان عند الاسر، المجتمع بقى متقبل اكتر يعني. لو انا جيت قلت لك لو دخلنا عالم الابيض واسود فنانين الكبار، كنت تحبي تكتبي لمين؟ مين من فنانين؟ واعمال ايه؟ ده سؤال صعب قوي قوي. مين كنت تحبي تكتبي؟ مين انا كان نفسي ابقى بعرف. انا ما اعرفش، بس كان نفسي ابقى بعرف اكتب الافلام اللي كان بيخرجها استاذ فاطين عبد الوهاب. طبعا اللي هم الكوميدي الموقف، كوميديا الموقف، دي كتابه صعبه قوي. ايوه انا عارفه، مش كده بقول لك نفسي، انا ما اعرفش بس بقول نفسي يعني. طب كنت، طب ده كافلام، لكن مين ابطال؟ كنت تحبي تشتغلي مع مين؟ انا مش هرجع للابيض واسود، انا هرجع يعني شويه. اوكي براحتك. انا كنت اتمنى ابقى كنت لحقت استاذ احمد زكي. واو. كنت هتوظفيه في ايه؟ مش عارفه، بس يعني كنت يعني ايه الشخصيه اللي في دماغك كان ممكن تنفع تخرجي من احمد زكي عمل كل الادوار، كنت هتضيفي له ايه يا مان؟ مش عارفه، اكيد هو بقى اللي كان يعني، مش عارفه. تعالي فكر. انت بتحبي نجيب محفوظ؟ واضح. انا بحب نجيب، عشان كده بتكتبي القاهره. المفروض مشروع كان هيتم، ولسه هيتم ولا مش هيتم؟ لا ان شاء الله يتم يعني، هو واخد وقت لانه مشروع صعب قوي، فهو كتبته كمان، وبعدين انا بكتبه لوحدي مش الورشه، فانا كمان ايقاعي سلحفه بقى يعني. في واضح. طب تاخدي لك وقت. طب في كاتبتين
وخالد مع خالد الحلفاوي عملوا كوميديا فاطين عبد الوهاب، رنا بوريش ويسر بهاء طاهر. شفت التجربه دي ازاي؟ اولا شايفاها تجربه كامل العدد. كامل العدد طبعا. لا لا، تجربه ناجحه. انا حبيته يعني، كنت مستمتعه وانا بتفرج، تجربه ناجحه. ومبسوطه جدا انه عشان احنا كمان الكوميديا بالذات، ودي مش صعبة. كوميديا يعني فرس، دي هي كوميديا يعني الموقف، هي مدرسه كوميديا شياكه. الكوميديا حكره على السيناريستات الرجاله، مفيش سيناريستات ستات بيكتبوا كوميدي. فمبسوطه انه هم عملوا ده. بس انت كمان بتعرفي تكتبي كوميدي، فبيبقى باين في مسلسلاتك من المشاهد اللي بتكتبيها فيها ضحك. بصي هقول لك حاجه، هو انا القريبين مني دايما بيقولوا لي انت لازم تكتبي كوميدي، عشان بس انا يعني من تحت لتحت، مفيش حاجات زعقه، طلعيها لفوق عشان خاطري. خلاص، بشكرك كمان يا بنتي، نورتينا وشرفتينا حبيبتي، سعدتينا ونورتينا بجد وسعداء. وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى. دي حقيقه يعني، احنا سعداء جدا بوجودك، وانا اسعد اسمك بجد يعني اسم لامع جدا في يعني في القصص وعمل اعمال دراميه احنا فعلا بنستمتع بيها، بجد بنستمتع بيها. كل سنه وكل يوم وانت مشرقه ومبدعه ودايما متالقه. ميرسي جدا، شكرا جدا.